بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع وأنواعها، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. الثاني من أوقات النهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وذلك في رأي العين. والثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل بحيث لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول الشمس إلى جهة المغرب، لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيه الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. والوقت الخامس من أوقات النهي إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. واعلم أيها المستمع الكريم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. فقوله فليصلها إذا ذكرها يفيد أنه لو ذكرها في وقت النهي أو استيقظ في وقت النهي فإنه يبادر بالصلاة. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في أوقات النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ركعتي الطواف في جميع الأوقات بما فيها أوقات النهي. ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات المرتبة على أسباب، كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، بالأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فيحمل النهي على ما لا سبب له. فلا يجوز أن يبتدئ المسلم في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها، وأما ما له سبب فإنه يفعل عند وجود سببه مطلقا ولو في وقت النهي على الصحيح. ويجوز أيضا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، ورأى رجلا يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره على ذلك، وما عدا ما ذكر من النوافل فلا يجوز فعله في هذه الأوقات المذكورة. والحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم، ولأبي داود نحوه، وأوله عنده: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. فدل هذا الحديث على منع الصلاة في هذه الأوقات وبيان الحكمة في ذلك أنها لعدم التشبه بالكفار وعبدة الأصنام الذين يعبدون أصنامهم في هذه الأوقات، فنهينا عن التشبه بهم فلا نصلي في هذه الأوقات، وإن كانت صلاة المسلم مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن التشبه بهم ومشاركتهم بالصلاة في هذه الأوقات ممنوعة حماية لجناب التوحيد وجناب العقيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.